بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الحديث يا جماعة عن الجريد في دايركت ديسبلاي كواليتي ميديا فيتشرز، الحديث عن الميديا فيتشرز اللي جاية اللي هي الأبديت والأوفر فلو بلوك والأوفر فلو إن لاين، تمام؟ أول جزئية كانت خاصة بالأبديت. الأبديت يا جماعة في مكتبات إم زي إن، مكتبات موزيلا، بيقولوا إن ذات سي إس إس ميديا فيتشرز ذات كان بي يوزد تو تشيك هاو quickly if at all the outdoor device able to modify the appearance of the content. مدى سرعه ال ديفايس في ان هو يجري التعديلات اللي راح تظهر عليه، تمام؟ فانت عندك اوبشن ما بين نانو ما بين سلو ما بين فاست، تمام؟ القصه اللي داخل به الابديت او لو كان في تعديل في الكونتنت انا اعمله بانه يعني بانه سرعه، تمام؟ ده جانب. الجانب ده للاسف ما له مراجع في اللحظه اللي بيتعمل فيها ريكوردنج للفيديو ده، ما لهوش مراجع. الكلام ده اندر درافت، ما لهوش كومباتيبلتي مع اي براوزر من البراوزرات، مع اي واجهه مش عارف اعمل له تيستنج لانه مش مجري من البراوزر، فالكلام هيوقف واقف. بس انا هحاول نقول اسم الميديا فيتشر ونطبقها لما هم يحاولوا يوصلوه. يا لا، الجانب الثاني اوفر فلو بلوك. في الاوفر فلو بلوك ديت يا جماعه كانت خاصه بالاوفر فلو. سي اس اس ميديا فيتشرز كان بيوز تو تشيك هاو ذا اوتبوت ديفايس هاندل، ازاي الجهاز اللي هيتعرض عليه الموقع بيتعامل مع الكونتنت لو كان اوفر فلو على البلوك اكسس، تمام؟ على العناصر الاكسس اعمل له ايه؟ اعمل لك سكرول ولا اوبشنال بيج ولا بيج صفحه بصفحه؟ نفس الفكره يا جماعه، ذات اندر درافت ما في اي كومباتيبلتي مع الواجهات، نفس السيناريو مع الاوفر اوفر فلو ان لاين، انا ما عنديش اي كومباتيبلتي معايا واجهه، الكلام ده كله اندر درافت، فانا مش راح نقدر نفتي ونقول الكلام ده ايه فيه بالظبط، لاني مش لاقي مراجع ليه ومش لاقي حد اتكلم عنه قبل كده، جاست بس الكلام اللي موجود في الدرافت بتاعت السبيسيفيكيشن، تمام؟ الله المستعان. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.